حبيبي، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. والنهاردة إن شاء الله قصة علي مبارك. وأنا شايف حبيبي زي ما وعدتك اللي أنا أشرح لك القصة حبيبي، أنا شايف ولقيت إن إحنا نجيبها من الكتاب المدرسي أحسن، ومن القصة بتاعت الوزارة أحسن وأفضل. حبايب قلب أستاذكم نصغرها شوية عشان تبان للأولاد كده وتبقى جميلة. يلا بينا حبيبي ونبدأ القصة بتاعتنا حبيب قلب أستاذك، وبعد ما نخلص على قدر المتاح لنا حبيب قلبي من الوقت وهو 40 دقيقة هنبدأ إن شاء الله في استقبال الأسئلة. ركز معايا حبيبي، ألاقيك حبيب قلبي بتدون ورايا الملاحظات والملاحظ زي ما احنا متعودين حبيب قلب أستاذك. تمام، نبدأ بقى. خلاص المقدمة حبيبي، لازم تعرف ان انت بتدرس علي مبارك مش اي حد بتدرسه حبيبي، انت بتدرس علي مبارك باشا رائد النهضة الحديثة في مصر. طيب هنبدأ على طول الفصل الاول، عائلة المشايخ. في عهد محمد علي الكبير كان الحكام يفرضون الضرائب الباهظة. انت في الامتحان حبيب قلب استاذك مش مطالب يا بابا بمعاني الكلمات او بالمضاد او بالمفرد او بالجمع، لا يا حبيب قلب استاذك، حبيبي انت مطالب بحاجة اسمها الفهم القرائي يا حبيبي، انت مطالب باسئلة يا بابا، اسئلة يا روح قلب استاذك، وانت تجاوب عليها كفهم قرائي. في عهد محمد علي الكبير، يبقى في عهد محمد علي الكبير كان الحكام يفرضون الضرائب الباهظة يعني الشقة على الفلاحين، ومن بمعنى الذي يتأخر فقط عن تسديد هذه الضرائب يجلد ويهان ويلقى به في السجن. يبقى جزاء من يتأخر يا محمد يا هاني، من يتأخر مش ما يدفعش، لا لن، ومن يتأخر، هو يدفع بس يتأخر، ما جزاؤه؟ يجلد ويهان ويلقى به في السجن. كانت فترة صعبة جدا، فترة جمع الضرائب في وقت وعهد محمد علي الكبير. كان الراجل عايز يعمل مشروعات في مصر، كان عايز يعمل جيش قوي، كانت ليه أفكاره، أفكار معينة خاصة به، فكان محتاج مال كتير، فكان بيجمع الضرائب من الفلاحين. وكان الفلاحون الفقراء العاجزون. ولو قلت لي حبيبي إن كلمة الفلاحون يا ابني اسمي كان، اقول لك شكرا ليك مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم. وكان الفلاحون الفقراء العاجزون عن دفع الضرائب يفرون من بلدهم تاركين ارضهم خوفا من الجلد والسجن. حبيبي انا في المستقبل واكاديميه المستقبل ونادي سنه 6، كل اللي قدامي ما شاء الله فائق وفائقه في النحو العربي. عارف حبيبي ان انت هتقف على كان وتقول لي مين هجيب اسمها، ايه اجيب خبرها، مين اللي كان الفلاحون، يبقى الفلاحون اسم كان يا حبيبه قلبي يا تسنيم، كان ايه كانوا يفرون، يبقى يفرون خبر جمله فعليه اعربه فعل مضارع، وايه يفرون فعل مضارع مرفوع يا مستر بثبوت النون لانه من الافعال الخمسه والفاعل واو الجماعه. شكرا لك حبيبي. كانوا يفرون من بلدهم تاركين، حال تاركين أرضهم خوفا من الجلد والسجن، ويذهبون هيها يفرون إلى بلد لا يعرفهم فيه أحد ولا تصل إليهم يد الحاكم الظالم. افهم حبيبي فهما قرائيا، إحنا نتعب أنت تفهم أنت تنجح إحنا سعداء. حبيب قلب أستاذك ركز معايا يا بابا، يبقى كان الفلاحون يعملوا ايه قدام الضرائب الباهظه؟ لا يا حبيبتي، على طول يا انوشه يقوموا الفلاحون العاجزون الفقراء بالفرار من بلدهم تاركين ارضهم خوفا من الجلد والسجن، ويذهبون الى بلد اخر لا يعرفهم فيه احد ولا تصل اليهم يد الحاكم الظالم. بيروحوا مكان تاني بيبعد خالص عن محمد علي الكبير وأتباعه. وفي قرية من قرى مديرية الدقهلية تسمى برنبال الجديدة. يبقى برنبال الجديدة
دي قريه من قرى مديريه، ومديريه يعني دلوقتي محافظه الدقهليه، تمام، تسمى برنبال الجديده. استقرت فيها اسره علي مبارك بعد فرارها. اسره علي مبارك المقصود هنا عائلته، اصل العائله، خد بالك من التكه دي. مش المقصود هنا يا حبيبي اسره علي مبارك الشيخ مبارك، ده ما كانش لسه الشيخ مبارك اتولد في الفتره دي. استقرت فيها اسره علي مبارك اللي هي عائله المشايخ بعد فرارها من قريتها الاولى. القم والخليج على بحر طناح. بحر طناح، هو في بحر يا مستر في مصر اسمه بحر طناح؟ ايه ده، المستر والمس بتوع الدراسات بيعلموني غلط؟ والله يا مستر قايلين لي بحر متوسط وبحر احمر بس في مصر، ودي حقيقه حبيبي. امال ايه بحر طناح؟ بص يا ابني، جماعتنا الناس تاج راسنا، الفلاحين في القرى والصعايده في الصعيد، وانتوا عارفين ان انا اصلي صعيدي حبيبي، يجوا على الحاجات الترعه الصغيره، الترعه الصغيره، ويقول لك عليها بحر، بحر كذا وبحر كذا، ويتسمى على بحر القريه، البحر يتسمى على اسم القريه، الترعه تسمى على بحر، يعني بحر زي بحر يوسف عندك جنب منخفض الفيوم حبيبي اللي طالع من نهر النيل، ما انت بتاخده في الدراسات، على بحر طناح. وقد طابت الحياه لاسره علي مبارك، حسنت الحياه وبقت جميله لاسره علي مبارك في مقرها الجديد. يعني هي كانت في الكوم والخليج، كانت في الكوم والخليج على بحر طناح، وانتقلوا الى برنبال الجديده. برنبال ايه؟ الجديده، تمام. نكمل حبيبي. وقد طابت الحياه لاسره علي مبارك في مقرها الجديد برنبال الجديده، وكثر عددها حتى قاربوا 200. جميل. وعرفوا باسم عائله المشايخ لاسباب هنقولها دلوقتي، وهم اربع اسباب او ثلاثه، ممكن ندمجهم في ثلاثه حبيبي. الاسباب اللي هتتقال هي اللي خلت عائله المشايخ يطلق عليها هذا الاسم، وهي اللي خلت القريه تحترم عائله المشايخ، وهي اللي خلت الحكومه تحترم عائله المشايخ وتعطيها قطعه ارض تزرعها وتنتفع بغلتها وتعينها على اعمال الخير والبر، تمام. كل ده هنشوفه في القصه حبيبي، وانت المفروض انت اللي تحفظ القصه مش المستر بتاعك. وعرف باسم عائله المشايخ يا علي، فقد كان فهم المشايخ الذين يعرفون القراءه والكتابه، ده مفعول به، معطوف على مفعول به منصوب، معطوف على مفعول به منصوب، وشيئا برضو نفس الطريقه معطوف على القراءه. جميل حبيب، الذين يعرفون القراءة والكتابة والحساب وشيئا من العلم الديني الذي يحتاج إليه أهل القرى، أدي واحدة. يبقى ده سبب من الأسباب التي أطلق عليها، هي الأسباب دي اللي خلتهم يطلق عليهم عائلة المشايخ، والقرية تحترمهم والحكومة تحترمهم. وكان منهم القضاء، قضاء مستشارين مجلس قضاء الدولة؟ لا يا حبيبي، لا يا بابا، ركز معايا يا حبيبي، أكاديمية المستقبل حبيبي. وكان منهم القضاة. القضاة هنا أي الذين يحكمون بين الناس. طيب يا مستر، يعني قضاة؟ لا 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 لا، ده دي بنسميها العرف، الأعراف. العرف ما بين أهل القرى. كان بيجيبوا الناس الكبرة كده زي جده في البلد، أما بتحصل مشكلة يجيبوا جده وبابا في البلد ويقعدوا مع الناس ويحلوا المشكله، دي بنسميها القضاء، اي الذين يحكمون بين الناس في العرف وفي ال، ويقول له كده عيب، ده ما يمشيش مع الدين، ما يمشيش مع العادات، ما يمشيش مع التقاليد، مش المقصود محكمه رفعت الجلسه، لا. وكان منهم القضاء الذين يحكمون بين المتنازعين، حبيب قلب استاذك. نكمل حبيبي، ودي تاني حاجه. طب تالت حاجه، والأئمة الذين يصلون بالناس الصلوات ويخطبون لهم الجمع والأعياد، أدي رقم ثلاثة حبيبي. وممكن كمان ومن يعقدون لهم عقود الزواج، ممكن نضمها مع رقم ثلاثة وتبقى ثلاثة، ولو عايز تخليها رقم أربعة تمام. يبقى والأئمة جمع إمام، الذين يصلون بالناس الصلوات ويخطبون لهم الجمع والأعياد، ومن يعقدون لهم عقود الزواج. نهدى شوية،
ونقلل السرعه شويه ونقول هنا في تكه حبيبي الكلام ده بابا من 200 عام ويقترب من 300 عام حبيبي من 200-300 سنه. ده دلوقتي اللي فيه الاوصاف دي في الارياف بيتشال على الدماغ من فوق، يجد القراءه والكتابه والحساب ويعرف العلم الدين اللي بيحتاج اهله قريته ويفتي فيهم، وكان كمان بيحكم بين الناس ويصلي بيهم ويخطب بهم الجمعه والاعياد ويعقد لهم عقود الزواج. الناس دي في الارياف في مصر بتتشال على الدماغ من فوق، ما بالك من مئات السنين حبيبي. لهذه الاسباب كانت هذه الاسره محل احترام كبير من القريه دواح، كما كانت محل احترام وتقدير من الحكومه. يبقى من القريه ومن الحكومه، وكمان الاسباب دي اللي خليتها تتسمى عائله المشايخ. لذلك اعطتها الحكومه قطعه من الارض، من الارض تزرعها وتنتفع بغلتها وتستعين بها في اداء الاعمال الخيريه التي تقدمها لاهل القريه. لذلك مكافاه لها اعطتها الحكومه قطعه من الارض تميزها. ليه؟ لانها حبيبي منع عنها حاجات كتير، ده بيصلوا بالناس وبيحلوا المشكلات، بيخلوا الحكومه بعيد خالص عن مشكلات القريه وبيخلوا الحكومه تركز في امور اكبر واحسن. لذلك اعطتها الحكومه قطعه من الارض تزرعها وتنتفع بغلتها وتستعين بها في اداء الاعمال الخيريه التي تقدمها لاهل القريه. وزياده في تقدير الحكومه اعفتها من جميع الضرائب، وده مش هيستمر كتير يا حبيبتي يا بردي. وفي تلك الايام ولد لرب الاسره الشيخ مبارك ولد سماه عليا. بدأ علي مبارك يأتي إلى الدنيا وهذا عام حبيبي. بنسى يا مستر التواريخ. لا يا حبيبي تنساها إيه، اكتب 1-2-3-9 هجريا. الله سهلة يا مستر، تعالى شيل التسعة واكتب واحد، وابعد بين الاثنين والثلاثة كده، ابعد الثلاثة والاثنين بعيد عن الواحد، خلي الواحد بعيد شوية ودخل التسعة جوه خليها 8. يبقى 1823 ميلاديا 1239 هجريا، 1823 ميلاديا 1239 هجريا ولد علي مبارك رائد النهضة الحديثة في مصر. ولد لأب له صفات خاصة ولأم لها صفات خاصة، تعالوا نشوفهم. كان لميلاده فرحة كبيرة في القرية كلها مجاملة لأبيه الشهم العطوف الذي يخدم أهل القرية، ومجاملة لأمه الكريمة التقية. وكان ذلك في عام 1823-1239 هجريا. حبيبي احنا لو عندنا في البناية اللي انت عايش فيها بره مصر، أعاذك الله سالما غانما يا رب، حبيبي لو في واحد طيب شاه ما بيسيبش الناس، واقف مع كل الناس، بيحب كل الناس، الناس كلها بتحبه، ام وزوجته ست تقيه، والتقوى هي الخوف من الله يا ابني، التقوى هي الخوف من الله تعالى. وكانت زوجته تقيه، اول ما تيجي اي حاجه تفرحه الناس كلها تفرح له. تمام. وكان لميلاد علي فرحه كبيره، مجامله لأبيه ومجاملة لأمه. أبيه الشهم العطوف بيخدم أهل القرية كلها، وأمه التقية التي تخشى الله مثلها مثل جميع النساء، نساءنا الحمد لله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. وكان ذلك في عام 1823 ميلاديا 1239 هجريا. آدي الشيخ مبارك وآدي علي الرجل الطيب. وقضت القرية كلها أياما سعيدة تزف أي تحمل، فيها التهنئة الخالصة لهذه الأسرة المحبوبة، راجية حال أن يكون الوليد قرة عين لأمه وأبيه. لا تقلق حبيبي، بكرة مراجعة نحوية على الترم الثاني، حبيب قلب أستاذك. راجية أن يكون الوليد قرة عين، مسرة وفرحة لأمه وأبيه، وبشير خير لأسرته وللقرية جميعها. بس يظهر كده أن الدعاء ما كانش مستجاب. ليه؟
لان فرحه القريه لم تدم طويلا. خد بالك بقى، الشيخ مبارك كان عنده كم ارض؟ الشيخ مبارك كان عنده 3 اراضي. هما هي منا يا حسن، بص بقى، الارض التي يملكها يعني ورثها شاريها، الارض التي اعطتها له الحكومه، ما هو من عائله المشايخ، طيب في ارض كمان. جم في مره الشيخ مبارك والدنيا كلها فرضت عليهم الضرائب حتى عائله المشايخ، فطلبوا من الشيخ مبارك ضرائب على الارض التي يملكها وحتى الارض التي اعطتها له الحكومه، عايزين ضرائب عليها. فجت مره قايم الصبح تلاقى جاره في الارض اللي جنبه هرب كما فعل اجداد الشيخ مبارك، استتر بستار الليل وفر هاربا. تمام، فاعطوها للشيخ مبارك. فرح الشيخ مبارك، قال لك انا خلاص هروح ابيع الارض الجديده دي التي فر اصحابها ابيعها او ازرعها واستفاد بغلتها في سد الضرائب عن الارض دي والارض دي. قالوا له لا تباع ولا تشترى، وطلبوا منه الضرائب على الثلاث اراضي. ينفع ما ينفعش؟ تعال شوف عامل ايه الشيخ مبارك. وعجزوا عن الدفع لانه ليس لديهم مال يدفعونه لهؤلاء الحكام الذين لا يشبعون من المال. ولم تنج اسره الشيخ مبارك من هذه الضرائب، فقد فرضت الحكومه الضرائب على كل الاراضي التي تحت يديه بما فيها الارض التي كانت الدوله قد اعطتها له ليستعين بها على اعمال الخير. وزاد الامر سوءا حين اجبرته مثل غيره من الناس على قبول قطعه ارض اخرى فر منها اصحابها، اهي فر منها ايه؟ اصحابها، وتركوها بما عليها من الديون. طب كويس، الراجل ياخد الارض دي يبيعها ويسد بقيه الديون وخلاص، يظهر ما دخل الشر التي عاجز عن سدادها. واوجبت عليه ان يؤدي جميع تلك الديون سريعا، يعني بسرعه ما يلحقش حتى يتصرف. وامام العذاب الذي ينزل بمن لا يسددون او يتاخرون عن السداد، اضطر الشيخ مبارك اي لجا ان يبيع كل ما يملك حتى اثاث المنزل. الراجل باع كل حاجه حتى السرير والسراير اللي الاولاد بتنام عليها، لكن ذلك كله لم يفي بالضرائب، فماذا يعمل وابواب السجون مفتوحه على مصاريعها؟ يعني الضرفتين بتوعها حبيب قلب استاذك. طيب يعمل ايه قدام العذاب ده وقدام الابواب السجن المفتوحه بتستقبل كل اللي يتاخر، بس يتاخر عن دفع الضرائب؟ نكمل. لما يبقى امام الشيخ الكريم ويقصد به الشيخ المبارك الا ان يصنع ما صنع اجداده حبيبي فاعل والهاء مضاف اليه بكره برجع نحويه شامله يا ابني، حين فروا من قريات الكوم والخليج ولم يتمهل، ما استناش الراجل، واستتر بالليل وظلامه الشديد وصار بأهله. خد بالك، الشيخ مبارك في اللحظة دي كانت زوجته اللي معاه لا تلد إلا الإناث، ما كانتش لا تلد إلا الإناث، وعلى مبارك الولد الوحيد اللي معاه دلوقتي. بس هنيجي في الفصل الثاني عندما يفر على مبارك من أبيه ويروح لاخوه، اللهم اخوه ده جاي امتى ومتزوج يعني اكبر منه، يظهر كده ان الشيخ مبارك كان متزوجا من امراه تسبق ام عليه. واستتر بالليل وظلامه الشديد وصار باهله تاركا قريته ومديريته كلها ومبتعدا عنها متجها الى ناحيه الشرق محافظه الشرقيه. وكان عمر علي 6 سنوات حبيبي، كان عمر علي 6 سنوات. خد بالك من اللي جاي. وكلما وجد الشيخ مبارك أهل المكان الذي ينزل فيه يشعرون بالقلق، كان قلقا من أن تصل إليه يد الحاكم الظالم، غادره مسرعا إلى غيره حتى بلغ مديرية الشرقية، وأبعد المسير مشى فيها كتير، وانتهى الرحيل به إلى بدو في الصحراء قريبا من القرى يرعون الأغنام
ويسكنون خيام الشعر يسمون عرب السماعنة. اسمهم عرب السماعنة. عرب السماعنة موجودة دلوقتي حبيبي لغاية دلوقتي بين الشرقية ومحافظة الإسماعيلية. عرب السماعنة لسه موجودة، بس قمة التمدن دلوقتي ومباني عالية، ما فيش خيام شعر، ده كان من مئات السنين حبيبي. فارتاح لهم ونزل بينهم وصر بهم لشهامتهم وكرمهم. يا بابا المصريين بجميع طوائفهم يمتازون بالشهامة والرجولة والمروءة وكرمهم، وصروا به ليه؟ لأنهم وجدوا فيه الرجل الذي كانوا يبحثون عنه، فقد كانوا يبحثون عن فقيه يرجعون إليه في أمور دينهم ودنياهم، وكان الشيخ مبارك رجلا صالحا حسن الأخلاق، فأحبوه حبا شديدا وبنوا له جامعا. حبيبي مش بنوا له جامعا عشان يعبدوه، ما تقوليش كده بابا، افهم المقصود من المعنى. حبيبي هو كان رايح يصلي فما تلقاش جامع، فطلب منهم أن يبنوا جامعا لله وأن يكون هو إماما لهذا الجامع، فبنوا له جامعا كما طلب، طلبوا أن يبنى جامع لله فبنوا له جامعا، هي نفذوا له طلبه وهو بناء جامع لله عز وجل وجعلوه إماما لهم. انتهى الفصل الأول. تعال حبيبي نخش على الفصل الثاني، نعد الأسئلة. الأسئلة يا بابا هتبقى ليك واجبات حبيب قلب أستاذك. نكمل حبيبي، وأنا شايف إن هو من القصة الوزارية أفضل من إن أنا أجيب لك ميديا بتاعتي. الفصل الثاني. الفصل الثاني حبيبي أنا بسميه فصل 2-2، هتعرف دلوقتي حبيبي. ولما اطمأن الشيخ مبارك إلى حياته الجديدة عند عرب السماعنة، التفت إلى تعليم ابنه علي وأخذ يعلمه بنفسه، لكن مشاغله الكثيرة لم تمكنه يا يوسف يا جوكر من مواصلة هذا التعليم، فبحث عن معلم يثق فيه حتى اهتدى إلى شيخ مهاجر يسكن قريبا من مساكن البدر، أصله من برنبال واسمه الشيخ أحمد أبو خضر. خد بالك حبيبي في لهجة المنطقة دي الشرقية وجنوب الإسماعيلية، الأرياف الحتة اللي هناك، وكمان عندنا في بحيرة المنزلة وقريب من بورسعيد المنطقة بتاعتنا، في أماكن كتير في بلاد الفلاحين يجي يقول لك إبراهيم أبو محمد أحمد أبو خضر، تعرف إنه اسمه أحمد خضر على اسمي، ده باين عليه ابني بس أنا عندي عمر. أحمد خضر حبيب أستاذك. طيب أحمد خضر لو جالي في الامتحان المقصود به أحمد أبو خضر، لأني جت في سنة من السنين وإحنا بندرس الأولاد القصة في محافظة من المحافظات، كان في كتاب من الكتب الخارجية حبيب قلب أستاذك، كانوا جايبين صف الشيخ أحمد خضر، الأولاد اتلخبطوا، صف الشيخ أحمد خضر أي صف الشيخ أحمد أبو خضر، يجي يقول لك علي أبو إبراهيم يعني المقصود علي إبراهيم، محمد أبو هاني المقصود محمد هاني، ده في بعض اللهجات حبيبي، لهجات عند أهلنا وحبايبنا الفلاحين. فاتفق معه على تعليم علي، خلاص راجل انشغل، كان بيجمع بمشاغله الكتيرة في مجتمع جديد، مكان جديد، بلد جديدة، حياة جديدة، فبدأ يلتفت لكسب العيش، فانشغل عن تعليم ابنه بنفسه، فبحث عن شيخ جليل فاهتدى إلى شيخ يسكن قريب من مساكن البدر ما يقرب من 20 كيلومتر. حبيبي ما يقرب من 20 كيلومتر، يسكن قريبا من مساكن البدو بابا، تمام. فاتفق معه على تعليم علي، اسمه أحمد أبو خضر، لو جالي أحمد خضر خلاص يا مستر نعرف. وحلت المشكلة بأن يقيم الصبي مع الشيخ في بيته طوال الأسبوع. شوف بقى الاتفاق، العقد بقى الشرط، يفضل معاه طول الأسبوع لأن المسافة كبيرة، مش معقول ولد هيفضل رايح جاي المسافة دي كلها طوال الأسبوع، ويعود إلى منزله يوم الجمعة بس.
على أن يأخذ الشيخ بقى أجره تعليما وإقامة، كما اتفق على أن يبعث الوالد إلى الشيخ ما يكفي الطفل أجرا وإقامة. ودعه أبوه وأمه وداعا حارا، ونصحاه بالجد والاجتهاد وبطاعة الشيخ، ووعداه بجائزة كبيرة إذا انتظم في تعليمه وتفوق وحفظ القرآن الكريم سريعا. وادعى أبوه وأمه، طبعا أمه كانت متأثرة جدا، كرة عينها ابنها الوحيد على بنات، هيسيبها ويروح يقعد أسبوع كامل ما يجيلهاش بس إلا يوم الجمعة، بس هي عارفة إن التعليم يصنع الرجال الأفاضل. تعالوا نكمل. وكانت الأم مهمومة حزينة شديدة الألم لفراق وحيدها واخترابه بعيدا عنها. ده أنت يا حبيبتي ويا حبيبي في سنك ده، سن الجميل بتاعك ده، بداية الشباب يا بابا، ربنا يا رب يديكوا الصحة والعافية. لو غبتي عن ماما ساعتين ثلاثة مذاكرة تيجي تقول لك يا منة فينك، يا منة فينك، يا ولد فينك، يا حبيبي فينك، يا فلان فينك، يا فلانة، يدوروا عليك. وكانت الأم مهمومة حزينة لفراق وحيدها واخترابه بعيدا عنها، لكنها تعرف قيمة التعليم، إنه يخلق الرجال الأفاضل ويحقق لصاحبها حياة حرة كريمة. فعادت تصبر نفسها وتسأل الله، الله تعالى أن يحرس صغيرها ويبعد عنه الأخطار. نكمل حبيبي ونشوف علي مبارك مع الشيخ أحمد أبو خدر، والصورة خير مثال وخير تعبير، وتنطق بحال علي عند الشيخ مبارك. واعرف يا ابني ما دام احنا بنراجع ان علي لم يكن في يوم من الايام يرفض التعليم. حبيبي قلت لك قبل ذلك ان العظيم العظيم يولد عظيما. حبيبي ما فيش حد من الناس الكبيره اللي احنا بندرسها ومن العلامات في تاريخ مصر والامه الاسلاميه الا لما يكون من صغره فيه الموهبه، من صغره فيه اللبنه اللي اتبنى عليها عالم أو شيخ أو مفسر أو أو أو. عندما ذهب الصبي إلى شيخ أبي خضر في كتابة وجده، مدام اسمه خضر بقى يبقى زي بالظبط، شوف كأني بوصف نفسي أهو، وجده كاشر الوجه، أشهد أن لا إله إلا الله. يبقى أوصاف الشيخ أبي خضر بابا أحمد أبو خضر، وجده كاشر الوجه، ده واحد. رقم اثنين قاس الطبع، بجانبه عصا غليظة ينظر إليها أولاد الكتاب في خوف شديد، أد رقم ثلاثة. يبقى حبيبي وجده كاشر الوجه قاس الطبع، بجانبه عصا غليظة ينظر إليها أولاد الكتاب في خوف شديد، فملكه الرعب، خاف، اتعقد الولد، ثم ازداد ما به من الفزع وهو يرى تلك العصا، والعصا لمن عصا، تلك العصا تهوي على جسد بعض أولئك الأولاد لأتفه الأسباب. يعني الولد لو شايف إن الأسباب مهمة، لا ده شايفها إن هي أسباب تافهة. فكره الشيخ كده، اتحط حاجز تربوي ما بين المعلم وتلميذه. فكره الشيخ، أيوة أنا بتكلم بالأسلوب ده لأن قدامي أولاد في أكاديمية المستقبل المحترمة، والله المحترمة حبيبي بتكتب قصة قدامي، ورب يستمروا على كده وبيكتبوا شعر، وعند مبدعين. فكره الشيخ وقال لنفسه في ألم شديد، هل يليق بالمعلم أن يكون بمثل هذه القسوة؟ هو يليق بالمعلم الذي يشكل أجيالا أن يكون بمثل هذه القسوة؟ سؤال تعجبي، المفروض هنا يحط علامة تعجب. وهل جئنا إلى هنا لنتعلم الجبن والخوف؟ هو احنا جايين هنا عشان اتعلم ان انا اطلع جبان وخواف؟ وبعد فترة ادرك، عرف علي وفهم انه يمكن ان ينجو من شر هذه العصر. يعمل ايه؟ يهرب؟ لا، اذا اجتهد ليتم حفظ القرآن الكريم، وعندئذ يترك الكتاب ويبعد عن صاحبه الذي يقسو على تلاميذه بالضرب والسب والإهانة، وامضى سنتين كاملتين على هذه الطريقة، أتم فيهما حفظ القرآن الكريم للمرة الأولى التي تسمى
البداية، وجميعكم أمامي تستمعون إلي الآن، جميعكم من حفظة القرآن الكريم. ربنا يكرمكم يا رب. حبيبي، حفظ القرآن الكريم يمر بمرحلتين، المرحلة الأولى هي مرحلة البداية، والمرحلة الثانية هي مرحلة التثبيت. مرحلة البداية ممكن أنا ومحمد هاني نشترك فيها ونحفظ كل يوم 5 آيات، فنحفظ في عامين، ما يقرب من عامين أو يزيد قليلا. بس مرحلة تثبيت الحفظ، يعيد الحفظ ويثبته، دي تختلف من إنسان لإنسان، فروق فردية في اللي بيثبت بسرعة، وفي اللي مرحلة البداية أصلا كرم من الله عز وجل وهبة ومنحة من رب العباد لفلان ولقلب فلان أن غرس في قلبه القرآن الكريم من أول مرة وهي البداية، وحافظ على طول وثبت على ذلك، فروق فردية. وكان لابد له من أن يظل بعد ذلك مع الشيخ ليعيد الحفظ ويثبته، وأبوه شديد الفرح به وإن كان لا يعلم ما في نفسه من هذا التعليم الذي يقاسي ويلاته. فلما ثقلت عليه العصا، يعني الولد بدأ يتضرب كتير ما عادش قادر خلاص، رفض الذهاب إلى الشيخ، ولم يفد معه تهديد أبيه ولا غيره ممن كانوا يريدون إرغامه على الذهاب إلى الكتاب، فعاد أبوه يعلمه بنفسه. ولمشاغله الكثيرة لم يستطع الإشراف الكامل عليه، فانصرف إلى اللعب حتى نسي ما حفظ وما تعلم، فحزن أبوه لذلك ودعاه إليه وقال له في شدة. بدأ الولد والله ما أنا رايح، انشغل الرجل عنه بعد ما هدده ما نفعش معانا، إن الولد نفسيا كان رافض الشيخ وكتابه، انشغل الرجل الشيخ مبارك انشغل تاني عن تعليم ابنه، فعاد الولد للعب وانصرف للعب فنسي ما كان قد تعلمه، حزن أبوه حزنا شديدا وأرسل إليه مؤنبا معاتبا: من الغد يا علي تذهب إلى الشيخ أبي خضر وتواصل الذهاب إليه لتتم حفظك وتعليمك، أسمعت؟ فانفجر الصبي صائحا في قوة وعزم. حبيبي، أخلاقيا وتربويا غير مقبول من علي هذا التصرف. وحبيبي، أنا هقول لك استخرج لي تصرفا أعجبك من علي وتصرفا لم يعجبك من الفصل الثاني. فانفجر الصبي صائحا في أبيه في قوة وعزم: وأعود مرة أخرى إلى العصا الغليظة والمعاملة القاسية، ولكننا سنتعامل مع هذا الموقف من أن الصبي صغير ولا يعلم حدود الصوت ومقدار الصوت الذي يجب أن يتحدث به مع أبيه، وأن الأمر ده خارج عن إرادته، لأن الضغط النفسي عليه من عصا الشيخ كان ضغطا شديدا، نعتبر ذلك والمعاملة القاسية وأتعلم الخضوع والمذلة والجبن، لا لن أعود يا أبي أبدا إلى ذلك الشيخ، بل ستعود رغما عنك، فلا طريق لك سوى التعليم، هتتعلم غصب عنك، بل ستعود رغما عنك فلا طريق لك سوى التعليم. وانضم أحد أخوته: إزاي يا مستر، ده مامته ده هو الوحيد بتاعها، ما احنا قلنا بقى ده أخوك كبير. يبقى الشيخ مبارك كان متزوجا من امرأة أخرى غير أم علي قبل زواجه من أم علي، وكان معه رجال يزجر هذا الصبي الجريء المتفتح العقل الشجاع الذي يعلن رأيه في صراحة. وتدخل كثيرون ليخفوه حتى يطيع ما يأمره به أبوه، لكنه ظل عازما على الرفض. وخد بالك الكلام ده كله في وسط عرب السماعنة، وده غير مقبول عند العرب والبدو، والحاضرين كلهم ينتظرون من أبيه أن يقوم إليه ويوصعه ضربا ولا يتركه حتى يخضع له. لكن الأب العاقل الحكيم أدرك ما في نفس الصبي، الرجل ده في جوفه قرآن كريم، متعلم ليس بجاهل، وكلمة جاهل مش عيبة بابا، أنا ممكن أكون عالم بأمور اللغة العربية على قدر محدود، ولكنني جاهلا باللغة مثلا الهندية. أدرك ما في نفس الصبي وقرأ ما في وجهه من علامات التمرد، فخاف أن تلجؤه الشدة
إلى الغروب فعاد إلى الهدوء وامتص الولد وعمله تربويا، وتنبه أحد إخوة الصبي إلى تفتحه وقوة نفسه وهب واقفا وتقدم منه بوجه باسم وطوقه بذراعيه. شوف الأخ الجميل ولاطف وقال له في بشاشة: سنترك لك الحرية يا صاحبي يا صديقي في اختيار طريقك إلى مستقبلك، فماذا ترى أن تتوجه إليه أنت لتصبح بعدما تكبر؟ تكبر رجلا محترما نتشرف به. فأسرع الصبي في شجاعة: أحب أن أكون كاتبا، مثل ذلك الرجل الذي رأيته يعمل عند موظف كبير. الولد اندفع لأنه كان شاف مع والده موظف كاتب الشكاوى كان محترم وشيك وجميل وأنيق وإسلوبه رائع. قال لك ده اللي يعلمني، مش مودين الشيخ يضربني بالعصاية. أحب أن أكون كاتبا مثل ذلك الرجل الذي رأيته يعمل عند موظف كبير، أعجبني شكله وسرتني ملابسه ورأيت الناس يهابونه ويحترمونه. فصاح أبوه مسرعا: اطمئن يا ولدي، فسوف نحقق لك رغبتك ما دامت توافق هواك. الأب الحكيم عايز مصلحة ابنه وامتص غضبه وتخطى الموجة، موجة غضب الطفل، وتغاضى عنها وتناساها حفاظا على مستقبل ابنه. هل علي سيكرر هذا الأمر مع أبيه؟ ولو كرره هل سيواجه علي هل سيقابله الأب باللين والرأفة والعقلانية التي قابل بها علي في المرة الأولى التي ارتفع فيها صوته على أبيه وأسرع به إلى صديق له من الكتاب الذين يكتبون للناس شكواهم وعقودهم وغيرها، ورجاه أن يعلمه ويربيه ويأخذه معه في منزله ويجعله واحدا من أولاده ويدفع له هو ما يقابل ذلك من المال. تمام، علي فرح وقال لك أنا هروح للي قدرني اللي هيعلمني. وسر الصبي كثيرا حين ذهب إلى ذلك الكاتب ورأى ثيابه النظيفة وملابسه الحسنة، وجعل يقول لنفسه في فرح: بلغت يا علي يا علي ما كنت تتمنى، هذا هو المكان الذي كنت تحلم به، وسوف تتعلم فيه أحسن تعليم وتقيم أحسن إقامة مع هذا الرجل الظريف النظيف العطوف الذي لا يضربه ولا يشتمه ولا يؤذي ولن يحرمك شيئا مثل الشيخ أبو خضر. احنا هنقف لغاية هنا حبيبي، وانتهت الحصة بتاعتي في شرح الجزء الأول من مراجعة قصة علي مبارك لأبنائي وبناتي في أكاديمية المستقبل. هبتدي حبيبي أفتح الصوت وابتدي حبيبي أسمع منكم واطلب منكم مراجعة اليوم. حبيبي اكتم الصوت، ولو خدت هاجر برضو قلت لها تعالي يا هاجر.